ابنك خدتيه في حضنك والله. اه والله. حد يقول لها ان هي خدته في حضنها. وجنبها حربايه ما تنسوش ابنك، انا مش عارفه ازاي قادره تسكت يعني. على فكره يا دي ما تعرفش. مين دي؟ ما تعرفش ان هو ابنك. بس ده هي اللي مسيه ما سلطها يعني. ماشي بس ما تعرفش ان هو وعايشه وبتاكل وبتشرب معاها ايه؟ المشكله بس ان هي الوحيده اللي قاعده عادي. اه بريئه. مالكوا ايه ده انت فظيعه؟ مش عايزه تعلقي من زعرورتك. ما طول عمرنا عايشين مبسوطين وراضيين باللي احنا فيه. اللي جرالنا من ساعه ما ادم النحسي دي دخلت بيتنا. ما تشيلها من دماغك بقى يا دلال. لا يا سرايا مش هشيلها. بص هما في حاجه وهي في حاجه ثانيه. سكوتها ورا حاجه. سكوتها مخوفني. دخولها وخروجها عند الحاجه مخوفني. البيت دي وراها حاجه كبيره قوي. لا لا ده ممكن ده هتأذيها. هي هتبارك لها بطريقتها الخاصة. ايوه. اوبا. جد. ايه اللي هتنسى؟ بص انا دعوتي استجابت. ايه يا عايزه؟ رايحه فين؟ مع المهندسين مش المهندسين هنا؟ رايحه اوضتي. عندنا من هنا. طب ما تيجي تقعدي معايا لو البيت الارجل ده احنا كنا عاملين مساحه. تعالي صحي معايا. لا يا حبيبتي مرسي، صحي وانتوا. انجزي. ليه بس كده يا عايده؟ تعالي اقعد معايا. تعالي بقى، انا اوضتك ليه؟ تعالي. فرقتي معايا ولا معايا؟ انا شفتها خارجه من الاوضه صح؟ ايوه. هي دي اوضتك؟ تخيلي. معلش يا عايده اتلخبطت. لقيت رجلي جايباني على هنا. نسيت ان اوضتي هناك. البيت فجحتي. اللي هتمشي طريق بقك يا بعيد. مع انها كيوت يعني هي احسن واحده فيك. لا يا احمد ايه يا احمد كلهم امارات. شوف اه شفت بصيتها عامله ازاي؟ بس عندها ثبات انفعالي فظيع. وحشتني حبيبي. هي عارفه ان ده جعفر العمده صح؟ ايوه. حضرتك معلش يا معلم جعفر العمده. المشكله في جوزها. خالتي نجوى. هو جوزها اللي مش هيخليها تقوم. اه طبعا. ازيك يا معلم؟ حد بقى يخش يقتل جوزها الاول كده بسرعه؟ عشان النبي ما يخش. مش هندخل. لا يقطعني معلش. اتفضلوا طبعا لما شفتك من فرحتي نسيت. اتفضل يا رب يا سيادة. خش يا سيف. بص هي عارفه ايه؟ خش على طول كده قولي له بس ده ابنك. والله فرحتني يا سيف.